السفارة الفلسطينية لدى الفاتيكان افتتحت اليوم بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. هذه الخطوة تأتي بمثابة اعتراف بدولة فلسطين المستقلة وتأكيد على أن عملية السلام في الشرق الأوسط ستتحقق عبر هذا الإطار حصرا. الآمال تتجدد لإعادة مباحثات السلام في المنطقة إلى مسارها الصحيح. هذه السفارة مكان اعتزاز لنا، ندعو دول العالم جميعا لأن تعترف بدولة فلسطين، لأنها كلما اعترفت هذه الدول كلما اقتربنا من عملية السلام. وشكرا لكم. في اجتماعه مع البابا بحث عباس المعوقات التي تعترض عملية السلام، ومنها المعلومات التي نشرتها الإدارة الأمريكية الجديدة حول نيتها بنقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس. فرنسا تعقد غدا الأحد مؤتمرا دوليا للسلام يضم 70 دولة من ضمنها مجموعة من الدول العربية لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط وإعادتها إلى مسارها الصحيح.